بسم الله، دلوقتي هنشوف ازاي نربط الموديل بتاعي بجدول زمني ايا كان البرنامج اللي انا هشتغل عليه. هاجي هنا من هوم واقول له تايم لينير، هنا التاسكات، هنا الداتا سورس، هنا الاعدادات، هنا المحاكاة. فاجي هنا في الداتا سورس واقول له اد، واقول له سي اس في. عندي هنا سي اس في ده اللي بيخرج من الاكسل بروجكت ام بي اكس البرومافيرا، وكلهم بيقدروا يصدروا سي اس في. طيب هاجي هنا واقول له انا عايز اي ملف من الملفات ديت، فهو بيسألني دلوقتي هياخد العمود ده منين، يعني التاسك نيم دوت، اقول له النيم. طيب السيكوناليزيشن اي دي، هقول له خد الاكتيفيتي اي دي. البلان ستارت، هقول له بلان ستارت. الاند، البلان اند. فده سهل كده، تدخل على الجدول الاكسل دوت وتعدل فيه التواريخ زي ما انت عايز. هو اقول له بقى اعمل لي ريبيل، ولو في اي معلومه ناقصه هبدا اعملها. هو حط لي كل الحاجات الموجوده في قلب المشروع. ممكن بقى تعمل ايه، تختار انت بقى الفلور ديت، تختار ديت وتقول له ايه اتاش التاريخ، تبدا بقى تشوف التاريخ اللي انت عايزه. هنا الكولوم، فنبدا نختار الكولوم وتبدا تحط الكولوم اتاش كرنت سيلكشن. السلاب بتاع الدور التاني، فهتشوف الفلور بتاع الدور التاني. اللي هو دوت تقول له اتاش. طب الدور التالت، اهوت تقول له اتاش كرنت سيلكشن، وتبدأ تحط كل الأدوار. الروف مثلا، هنا هتختار بقى ان انت عندك ده كونستراكت، تروح عامل عليهم سيلكت كلهم وتقول له ايه انا عايز في الداون، فيبدأ يعملهم كلهم كونستراكت. وبعد كده هتيجي هنا في هنبدأ نظبط التواريخ، عشان ده من يوم 25، ده الاكشوال ستارت، ده البلان ستارت. فانت تبدأ هنا تكتب التواريخ اللي انت عايزها في البلان. مثلا على سبيل المثال دوت، هقول له ده يوم 22 وده هيبقى الاخر بتاعه يوم 23. طب دوت الكولوم، هقول له مثلا ده هيبدأ من يوم 24 وهينتهي يوم 25. طيب ودوت خلينا نقول ان هو 25 وهينتهي مثلا 27. وبعد كده دوت هنقول له مثلا يوم 28 وهينتهي مثلا بعديها تاني يوم، وهكذا. طبعا دي ارقام تقريبية، يعني مش حقيقة. فلما تيجي في السيموليت هتبدأ تشوف المبنى بتاعك وهو بيظهر واحدة واحدة. طبعا في حاجات محتاجة انها تتظبط، بس ده بس ايه، بنشرح الفكرة. هتبدأ تظبط بقى كل الشغل بتاعك. المفروض كل العناصر اللي موجودة في ملف الاكسل اللي احنا مخرجينها تكون موجودة هنا، فتبدأ تربطهم ببعض. وياريت تكون انت عامل رقم زي دوت، زي اللي هو الاي دي دوت، بحيث ان هو يبدأ ياخدهم اوتوماتيك ويبدأ يفهمهم اوتوماتيك، يبدأ يفهم الجوب ديت مهمة في الرقم دوت، يعني يبقى في اي دي مشترك بين الاثنين. تعمل بارامتر في الريفت ياخد نفس الرقم اللي موجود هناك، بحيث تعرف ان الجوبايه ديت نفس الرقم دوت. هنا بقى بتيجي بتظبط الالوان. ده مثلا اثناء البناء هيبقى جرين، لما يخلص هياخد اللون دوت. طب الديموليش لما يخلص هيبقى يختفي خالص. التمبوراري اثناء ما هو ظاهر هيبقى يلو وفي شفافيه، وبعد كده هيختفي نهائي، وهكذا. وتقدر تضيف اكتر من حاجه للموضوع دوت، تقدر تديله اسم معين وتديله لون معين من القايمة ديت، وتشوف في الاند ابيرنس هيبقى عامل ازاي. الحاجات دي كلها بتسهل علينا الشغل وبتسهل علينا ان احنا نعمل الفور دي.